بهذا الإطار والحديث عن أداء حزب الله السياسي، هل أوراق حزب الله في المنطقة أو أهدافه في المنطقة تحد من مشروعيته الوطنية؟ تعبير آخر، شو يعني أداؤه في سوريا في اليمن، هل هذا يحد من مشروعيته الوطنية؟ شوفي، بالمعنى المباشر نعم، لأنه الدول العربية قبل ما تفكر بفلسطين، الدول أقصد الحكومات حتى يكون تعبير دقيق، ما بتفكر بفلسطين وبإسرائيل، بتفكر بنظام الحكم. وإلا كيف كما أشرت حضرتك بعض الدول تبدأ بالتطبيع قبل أن تقوم الدولة الفلسطينية؟ ما أنتوا اتفقتوا بقمة بيروت على برنامج، أنت ليش رايح للتطبيع؟ ليه عم تعطي كريدت لإسرائيل وإسرائيل بعد ما أعطتك شيء؟ ليه؟ وأنت بتعرف أنه اللي بيجمع كل العرب ما اجتمعوا إلا حول فلسطين، ورجعوا انقسموا حولها بعد كلام ديفيد المصرية الإسرائيلية. عشو بدكم تجتمعوا؟ هل اتفقتوا على سكة حديد واحدة تربط الوطن العربي؟ بأبسط الأمور، هل التكامل الوظيفي الذي نادينا به من 30 سنة حققتوه؟ يعني أنا كلبناني معارض للنظام السوري، طيب شو دخل تجارة الترانزيت بين لبنان وسوريا؟ شو دخل بصالح الشعبين اللبناني والسوري؟ وبننطر لنسقط النظام بسوريا لنمشي تجارة الترانزيت ولنروح نزور سوريا ونفتح حوار مع الحكومة السورية. الدول الأوروبية ما هيك بتعمل. لو هيك بدها تعمل لا نشأ لا اتحاد أوروبي ولا عاش عمره يوم. أنا أطالب بإخراج هذه الدول العربية، الحكومات أقصد، من القبلية، قاتل أو مقتول، يا أنا أو لا غيري. هل كانت كافية اجتماعات قضية المحور الإيراني؟ نعم. عندما تتفق السعودية مع إيران بخف الحديث عن المحور الإيراني. طب كيف هيدي اللغة؟ إيران دولة على الخليج، عملت حوار مع السعودية، كفوا الحوار معه. وأنا أطالب بأن تكون اليد العليا في المنطقة للجامعة العربية قبل إيران وتركيا. ولكن وقت اللي تقول الجامعة العربية، هل الجامعة العربية هي الخليج وحده؟ ما الخليج عنده ما يستعاون الخليجي. شو بنعمل بالعراق وسوريا والجزائر وتونس والمغرب؟ شو بنعمل فيهم؟ لكن دكتور، هل التقارب الإيراني السعودي يتعارض مع منطق الجامعة العربية؟ بالعكس تمام، بالعكس تمام، لكن الجامعة العربية هي بحد ذاتها تشكو من الضعف. طيب هل تقبلين يا سيدتي 9 أشهر حرب إبادة جماعية على غزة؟ هون بدي أسألك، كم مرة اجتمعت الجامعة وموقف العربية؟ لا لا لا، شو طلعت الجامعة؟ قدرت تفوت كيس طحين؟ بيانات خجولة. قدرت تدخل كيس طحين إلى غزة؟ حزب الله منعت تفوت كيس طحين؟ طبعا لا. حماس ما بده كيس طحين؟ طبعا لا. كيف هيدي؟ شو عم يصير؟ أين هي الجامعة؟ يعني أنا بتأسف. شو الموقف اللي بمناسبة إعلامية مثل هالمناسبة هاي احكي عن الجامعة؟ هو أمين عام الجامعة يشكو حالتها. أنا لا أطالب بمزيد من إضعافها أو إلغائها، ولكن في أمور بدها تنحط على لغة القانون وعلى لغة السياسي الرشيدي.